إذن تجاه المغرب أشارت بوصلة الفرقاء الليبيين أملا بسلام منشود ينهي سيني القتال في بلد شبه ممزق، وتتجه أنظار الشقيقين الخصمين والدول الإقليمية المنخرطة في هذا الصراع أيضا. مشاورات تمهيدية اليوم وأخرى سياسية غدا. المغرب قبل ذلك استضاف مفاوضات لقادة أو مفاوضات قادة لاتفاق السخيرات. مشاورات المرتقبة ستكون في مدينة بوزنيقة غير البعيدة عن السخيرات، وبالتزامن مع لقاء المغرب هنالك مشاورات أخرى في جنيف يشارك فيها عدد من قادة القبائل الليبية. يضغط المجتمع الدولي بقوة لوقف التصعيد في ليبيا وعودة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات، وتراهن دول عدة لا سيما الغربية على التسوية السلمية لسحب الملف الليبي من سيطرة روسيا وتركيا. قد يكون توافق غرب ليبيا وشرقها على وقف إطلاق النار حافزا لاستئناف المفاوضات الليبية وسط إجماع دولي لحل الأزمة سياسيا. مساع شجعت الفرقاء الليبيين على التفاوض في المغرب على مستوى الخبراء لدعم وقف إطلاق النار ودفع العملية السياسية، إلا أن التفاوض هذه المرة لن يكون بالشكل الذي جرت فيه محادثات الصخيرات. استجابة طرفي الصراع لاستئناف الحوار جاء بعد تدخل دول عدة على خط الأزمة الليبية، منها الولايات المتحدة، وما نتج عن ذلك من اجتماعات بين السفير الأمريكي لدى ليبيا مع رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج. وبنفس الوتيرة كان لممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لقاءات مع مسؤولي شرق ليبيا وغربها والجهات المتداخلة في النزاع، تزامناً مع جولة الممثل الخاص المؤقتة للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز لدول الجوار الليبي. جهود ربما تساهم في تحريك المياه الراكدة، إذ يستعد الفرقاء الليبيون لجولة جديدة في جنيف الأسبوع المقبل من محادثات اللجنة العسكرية 5+5 المنبثقة عن مؤتمر برلين في يناير الماضي. الآن إلى طرابلس. سعاد الكرموس عضو المجلس الأعلى للدولة ومن بنغازي الأكاديمي والباحث السياسي مختار الجدال، أهلا بكم ضيفي الكريمين، شكرا على قبول الدعوة. أبدأ معك سيد عادل، عن أي معلومات تشاركنا بها بخصوص مشاورات المغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك أخي الكريم وتحية لضيوفك الكرام والإخوة المشاهدين. أهلا بك. طبعا لا يخفى على أحد مساعي المغرب، ودولة المغرب لها دور إيجابي سواء في اتفاق الصخيرات أو الآن المغرب لها دور كبير في جمع الفرقاء الليبيين ومحاولاتها لإنهاء الأزمة الليبية. هذا الحدث طبعا طبيعي، وكما ورد في تقريركم ليبيا لم يعد الصراع بين الليبيين فقط، الآن دول هي من تتصارع في على مصالحها في ليبيا، وبالتالي أعتقد أن الفرقاء هم من سعوا إلى أن يكون هناك اتفاق آخر يلم شمل الليبيين. سعت هذه الدول ومصالحها إلى إنهاء نزيف الدم الليبي. الآن الاقتتال المتوقف في ليبيا تماما، حتى قبل إعلان سواء إعلان السراج أو إعلان عقيلة صالح القتال متوقف كليا، وهذا ما نأمله، أن ينتهي نزيف الدم وصولا إلى حل سياسي من الأزمة الليبية. طيب. طبعا المغرب مساعيها في يعني السيارات لا ينكرها أحد. دعني أشاركك وتؤكد لنا أو تنفي هذه المعلومات سيادة عضو المجلس الأعلى للدولة سيد كرموس، أنه يتحدثون عن المناصب السيادية وأنها تتوزع ما بين الأقاليم، يتحدثون عن منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة، يتحدثون أيضا عن مقاربة للاتفاق السياسي تضمن تمثيل الجميع. أيضا هنالك إشارات إلى أنه تيار ما يسمى بتيار سيف الإسلام القذافي أن تكون له أيضا فرصة أو حصة. هذه المعلومات غير المؤكدة التي لدينا، ماذا لديك؟ طبعا هذه معلومات أغلبها معلومات يعني ما تنبؤية فقط. الوفد المشارك، الوفد المجلس الأعلى للدولة ليس وفدا رسميا،
ليس لديه صلاحيات لتوقيع أي اتفاق أو تعديل اتفاق الصخيرات، ربما تكون هناك مشاورات تمهيدية لعقد لقاء فيما بعد. هناك عدة عوائق تحول دون أن يكون هناك عقد لقاء رسمي. مجلس النواب، طبعا الدعوة المغربية جاءت بناء على طلب من مجلس النواب في طبرق، هذا المجلس لم يعد يملك نصابا حتى يمكن أن يؤهله لعقد أي اتفاق أو لتعديل اتفاق الصخيرات. ما نأمله أن يكون هناك لقاء رسمي فعلا. الجسمين المعنيين بتعديل الاتفاق السياسي والوصول إلى حل الأزمة الليبية هما مجلس الدولة ومجلس النواب. مجلس الدولة مكتمل النصاب ومستعد للمشاركة في أي حوار ينهي الأزمة الليبية. للأسف مجلس النواب منقسم، جزء في طبرق وجزء في طرابلس، الجسمين لا يملكون نصاب، فبالتالي هناك معضلة. لكن المجلس الدولة لم يرفض هذا اللقاء، لكن يعتبره لقاء تشاوري غير ملزم لمجلس الدولة. كلام مهم جدا. أيضا عن المعلومات نتكلم سيد مختار، إذا كان لديك أي منها تفضل. أولا شكرا على الاستضافة، تحية ليك، تحية لضيفك من طرابلس. والله للأسف أنا ما عنديش أي معلومات، لكن أعرف أنهم سيجتمعون في المغرب، وأعرف أن هذا حتى ولو اتفقوا على أي شيء سوف هي المشكلة في آلية التنفيذ. يعني حتى لو تم اختيار قيادات ومناصب سيادية أخرى، من سينفذ؟ هي الإشكالية في ليبيا مش إشكالية سياسية ولا من يحكم، هي المشكلة في ليبيا مشكلة أمنية، وانتشار السلاح وانتشار الميليشيات ودخول مرتزقة جلبتهم تركيا، والصراع أصبح صراع مرتبط بما يجري في سوريا، بما يجري في الشرق المتوسط. تركيا متى أرادت الضغط على 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 المتوسط، على شرق المتوسط، تفتح المجال في ليبيا. متى أرادت فتح الضغط على ليبيا فتحت صراع في المتوسط. فالإشكالية أصبحت كبيرة جدا، وليس بمقدور الليبيين أعتقد الجلوس في المغرب وحل هذه الإشكالية. الإشكالية كبيرة، والإشكالية أمنية، والإشكالية ليست سياسية. فليحكم من يحكم، ولكن أنا وفر لي الأمن، وفر لي الغذاء، وفر لي الكهرباء، وفر لي المياه. هذه الإشكالية. يعني القفز على المراحل هو الآن، يعني سنعود إلى مرحلة أخرى سيدي. ونعود للمربع الأول وسنعود إلى حرب أخرى. نعم. لماذا؟ يعني كأنك تقول إنه إذا 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 طبق اتفاق الصخيرات لكانت ليبيا في وضع أفضل من الذي عليه الآن، وإنه البلاد مش ناقصة اتفاقيات أو مبادرات. لماذا لم تطبق الاتفاقيات الموجودة؟ ألا يتحمل خليفة حفتر مسؤولية؟ ألا يتحمل عقيلة صالح مسؤولية؟ لا هي طبعا لو طبقت اتفاق الصخيرات كما كتب لكنا الان. لكن هي الاشكاليه في اتفاق الصخيرات في اليه التنفيذ، في اليه التطبيق. لا، المشكله مش غير في خليفه حفتر، المشكله في 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 كل المسيطرين على الارض، لان اللي اتفقوا وجلسوا في الصخيرات غير مسيطرين على الارض. على الارض مسيطر فيه جيش في شرق البلاد، وفيه ميليشيات في غرب البلاد. هذو لم يجلسوا اصلا، هم حاولوا الجلوس في 5+5 ولكن لم يصلوا الى 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 اتفاق. يعني الاشكاليه هي ليست في الصخيرات ولا في وين يجلس ولا من يجلس، هي الاشكاليه في من ينفذ. الاشكاليه الذين سيجلسون في الان في المغرب، لا هم ليسوا المسيطرين على الارض بالتاكيد. المسيطر هذا ما زال قاعد في لم يحضر اجتماعات. نعم، دعي السيد عادل الكرموس يكمل من هنا في هذه النقطة، إنه إذا طبقت الاتفاقيات الموجودة أصلا في ليبيا لكانت البلاد في وضع أفضل، وما هي الحوجة إلى اتفاقيات جديدة إذا كان هنالك بالفعل اتفاقيات لم تنفذ؟ طبعا بالتأكيد أخي الكريم، لو طبق اتفاق الصخيرات فعلا وتجاهل مجلس النواب تصريحاته بعدم الاعتراف بهذا الاتفاق، بعدم الاعتراف بحكومة الوفاق، لكان الوضع أفضل بكثير. لو طبق اتفاق الصخيرات لكان المجلس الرئاسي ربما تغير مرتين أو ثلاثة.
نتيجة عجزه أو فشله. لو طبق اتفاق الصخرات لما وجد ما يسمى بالقائد العام للجيش، لأن القائد الأعلى للجيش هو رئيس المجلس الرئاسي في مثابة رئيس الدولة. لو طبق اتفاق الصخرات لما لكانت الحكومة مارست مهامها عن طريق وزارة الداخلية مثلا، لقضت على الميليشيات وقضت على الجرائم في أغلب مدن ليبيا. لكن للأسف الازدواجية أصبحت حكومة في الشرق وحكومة في الغرب، مجلس النواب في الشرق ومجلس النواب في الغرب. يعني هذا نتيجة عدم تطبيق الاتفاق، والنتيجة الرئيسية لرفض مجلس النواب الاعتراف بالاتفاق مبدئيا ومن تم اعترف به، ولكن للأسف جميع أعضائه يخرجون علينا في الإعلام ويقول نحن لا نعترف مجلس النواب. أيضا مجلس النواب عندما لم يعترف بحكومة السراج رغم اعترافه بالمجلس الرئاسي لكنه رفض الاعتراف بحكومته، أصبحت هذه الحكومة بدون رقيب بدون حسيب، أصبحت تمارس اختصاصات تنفيذية اختصاصات تشريعية بدون رقيب بدون حسيب. هذا كله مسؤول عن مجلس النواب. للأسف الشديد مجلس الدولة مجلس استشاري ولا عيب في ذلك، هو غرفة تشريعية ثانية لكن باختصاصات محددة، لكنه لا يملك مراقبة هذه الحكومة. فبالتالي عدم الاتفاق هو عدم تنفيذ هذا الاتفاق هو سبب في هذه الأزمة. يعني وشكرا أنك أتيت على مسألة المجلس الرئاسي، لأنه هنالك أعضاء استقالوا، ثلاثة أعضاء إن لم تخن الذاكرة من المجلس الرئاسي. قلت فشله أو عجزه، هل تتكلم عن فائز السراج؟ هل يتحمل المسؤولية؟ هل عليه أن يغادر؟ طبعا أخي الكريم أنا لا أتكلم عن أسماء أشخاص، أنا أتكلم على جسم. الجسم الرئاسي ولد ميتا بمجرد الاتفاق المبدئي في صخرات. كان الجسم يتكون من ثلاثة أعضاء، رئيس ونائبين وحكومة منفصلة. نتيجة المحاصصة، وهذا ما تعاني منه ليبيا وما نعاني منه الليبيين، كل ليبي يعاني من هذه الكلمة المحاصصة، المدن القبائل، هذا ما نعاني منه. نتيجة هذه المحاصصة تحول المجلس الرئاسي من ثلاثة إلى تسعة، بعض البعض نواب والبعض وزراء. هذا المجلس لم يعترف به مجلس النواب عندما عرض حكومته، عندما عرض حكومته من الوزراء لم يعترف. 24 عضوا في المجلس الأعلى للدولة يرفضون فيه تفويض الرئيس، هل لديك معلومات عن ما يجري داخل المجلس الأعلى للدولة؟ هل أنتم على قلب رجل واحد؟ طبعا أخي الكريم، هي كانت الأعضاء لهم الحق ولهم كامل الحق في الاعتراض، معذورين الأعضاء، كانت المعلومة غائبة عنهم، كانوا يعتقدوا أن هذا الوفد هو وفد رسمي لتعديل الاتفاق السياسي أو لتسمية المناصب السيادية. كان اليوم لدينا لقاء مع سيد رئيس المجلس، أوضح أن هذا الوفد نتيجة طلب من نتيجة إصرار من الدولة المغربية بطلب من مجلس النواب لعقد لقاء. اشترط رئاسة المجلس أن لا يكون هذا اللقاء رسميا، لا ينتج أي التزامات على مجلس الدولة ولا يتعلق بتعديل أي اتفاق، إنما العودة للقاعدة وهو مجلس الدولة. لكن الزملاء اعتراضهم على تشكيل الوفد هذا من حقهم، وهذا سيناقش في مكتب الرئاسة. وضحت 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 الفكرة. دعني أعود إليك سيد مختار بكلمة أخيرة، وقلت إن الحل يكمن في أن يجلس الذين بيدهم القوة الذين يسيطرون على الأرض. مصدر واحد نقل هذا الخبر أن هنالك اجتماعات في جنيف يشارك فيها أعضاء من المجلس الأعلى للدولة وأعضاء من البرلمان أيضا، وسيكون فيها ما يعرف بتيار سيف الإسلام القذافي، يضعون خارطة طريق وخارطة حل للأزمة الليبية. هل يمكن أن ينجح هذا الأمر، أن ينجح هذا المسعى، جلوس القبائل مع بعضها البعض؟ لا 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 أعتقد، لا أعتقد، لأن فليتفق يتفقوا مجلس الدولة ومجلس النواب، هم على خلاف، مجلس الدولة ومجلس النواب على خلاف، مجلس النواب في داخله على خلاف، هو متشضي، جماعة سيف من سيمثلهم؟ هي لما يتفقوا من سينفذ على الأرض؟ من سينفذ؟ اللي مسؤولين على الأرض في شرق ليبيا الجيش، وفي غرب ليبيا مجموعات مسلحة لا 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 ليست عليها أي سلطان. المجلس الرئاسي نفسه لا يسيطر عليهم، هم بل هم من يسيطرون على المجلس الرئاسي، يحركونه كيف ما يشاءون.
أعتقد حتى لو اتفقوا في جنيف ولا في المغرب ولا في آلية التنفيذ ستكون قاصرة، لماذا لا يتم إشراك المسيطرين على الأرض؟ الموجودين على الأرض غير موجودين. لماذا لا توجد صيغة لإشراك المسيطرين على الأرض؟ اي لابد، ايوه نعم نعم نعم، لابد من اشراك المسيطرين على الارض، لابد من اشراك، حتى ولو كانت عصابات، حتى ولو كانت ميليشيات طرابلس يشاركوا يتم من خلال مجلس الامن فرض عليهم تسليم السلاح. هي المشكله في ليبيا ما زالت نقول لك انتشار السلاح وانتشار الميليشيات والمرتزقه اللي جايين من خارج ليبيا وارتباط الصراع الآن بما يجري في الشرق المتوسط وما يجري في سوريا. لابد من جلوس المتحاربين، مش جلوس المختلفين السياسيين. أنا أشكرك جلوس جداً المتحاربين على الأرض، هذا هو الحل في ليبيا على جرأة الطرح إنه الحل في جلوس المتحاربين وليس السياسيين. شكرا سيدي الكريم، أيضا السيد عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة، شكرا على معلوماتك ووقتك، شكرا لكم.